Here you go. Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh, man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh, man, this is gonna be great. Agent Bull, before I give you any sensitive information, I must ask you for the secret password. Is it quit messing around before I lose my patience and hurt you? No, but it'll do. Okay, here's the deal. Hey, Johnny. Hi, Jimmy. Hey, Jimmy. I'm like, yo. It's Jimmy. نكتة سامجة كذا والكل يضحك. وضيت ال. Hey girl, you're looking great. هاي واحدة تيجي تعطيه حبة على. والله كذا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي أو الشغف في مدارس لندن. دائما يوم تخلص مشن في هذه اللعبة يمكن معلومة أغلبكم ما يعرفها حتى لو لعبت اللعبة، هذا يا طويلين الأعمار جمعناه من المشن اللي خلصناه في الحلقة الماضية، ونفس الشيء الدبدوب هذا اللي أعطيناه البنت والكأس، ويوم خلصنا المشن معليش، ويوم خلصنا الظاهر أيوه عندي كلاس، يوم خلصنا المشن حق العصابات السود نفس الشيء جانا هنا. مدري اللوحة البوستر هذا بإيش، وهذا المشن عرفتوها أكيد النبتة اللي قتلناها هذا حق البوكسينج. في أمور يعني تتجمع في أمور تتجمع كذا في من المشنات يعني عرفتوا. المهم في مشنات صار لها سكيب كذا ما لها داعي للأمانة، فتجاوزناها تقريبا مشن واحد أو اثنين اللي ما استعرضتهم في السلسلة، يعني من جد ما ينعرضون. يا ابن الحلال رايحين الكلاس. كلاس إيش هذا؟ وخر 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 شيء انها تدخل الكلاس كذا وانت متصفق من اول الصبح. جيوغرافي 3 والله ما استخدمنا برا شيء من زمان يا ولد. دقيقة ما حسبنا حسابها. يجيب لنا ولايات مال. لا والله دام السالفة فيها دول يا الربع معروفة هذه الهند وتشاينا. دقيقة ريلاكس. الصين اكبر شيء في الدنيا واضحة ما يبي لها. سور الصين العظيم بعدين مرسوم. باكستان هنا، وهذه الهند. باكستان يسارها حلو. اليابان لا، هذه ساوث كوريا. هذه ساوث كوريا يا اخي على اليمين هنا مرمية. بسم الله حلوين. اليابان اكبر منها. راسمين لك الدب هذا حق رياضات حقهم. تايوان دقيقة يا رب. هذه ماليزيا مع الحدود التايلندية، ويمينها تقريبا تايوان. طيب يسارها لا الوقت ايش ذا؟ ايران ولا تستان؟ مينمار يا اخي. الحمد لله الوقت. هذه تايلند حلو. فيتنام جنبهم على طول. ايه ماليزيا ما في علم. ماليزيا ما في. سريلانكا هنا. تكفى الفلبين هنا مرمية. طيب هذا الكبيرة على يمينهم. الحمد لله تكفى نجاح. من نقول نيبال هنا. نيبال صغيرة ممكن. البراشيم يا اخي ما لها داعي. افغانستان جنب 20 ثانية. تايوان تاجكستان هذه جنبهم اكيد. الحمد لله نجاح. الحمد لله. من اللي كان كاتب لي كومنت ما جغرافيا؟ شوف جبنا مكان نعرفه قريب مننا، هذا الامارات هنا والسعودية واليمن، وتجيب لنا امريكا وولايات مدري ايش. المهم باقي تايوان خلاص. الحمد لله عشان تعرفون اني ما استخدم براشيم انا. يجيني واحد من الشباب الله يستر عليه، تحرض الشباب على الفراشين. بعضها يعني علوم صراحة لا تفيد ولا تضر، لكن هذا الكلاس طيب. أما احفظ لي الولايات المكسيكية هذه ما تجي. حلو مكانهم السري هذا اللي شفناهم في الحلقة الماضية جنب الملعب. الحين خلاص افتح البوابة وانت محترم. ما في نظام اللي يصفقونك من فوق والدرايش. بعد يعطونك سلاح يا سلام. Hopkins, good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as a new leader, I have something I need you to do for me. يذلونا الحين صرت الزعيم. يلا قضي لنا أمورنا. I need some inappropriate pictures of someone. فاهمين الموضوع. The kind of pictures that could land me in jail or worse. It's not easy being the boss. طالب منا تصوير المشجعات. أبشر والله ما طلبت.
طلع الشعب كلهم يحبون المشجعات. ما شاء الله. طيب كم فلوس؟ 25 دولار. حلو. يقول عنده مشروع يحتاج هذه الصورة. عاد الله يستر المشاريع اللي زي كذا. وعطنا الكلاس اللي بعده. عندنا في الطابق الأول كلاس الميوزك هذا صح؟ ما اوه يا شباب. تعرفون ما يحتاج. إذا صدت أي واحد ماسك الحاسبة يا ويله. هذه يبالها سرعة. فعزيز المشاهد ممكن تتسابق معي. هو كل الموضوع انه ايش اكبر ايش اصغر وايش اسرع. واحد كيجي يساوي 1000 جرام. 36 يساوي انا ايش اطول. خفت يوم الموسيقى وقفت قلت كراش. 400 20 و20 do better than that. pay attention. ثلث. 1 جرام يساوي 17.6 9.11 كله من وراء المثلثات. يا ليل ام المعاناة. والله انها اسئلة تافهة يا اخي بس الوقت ضيق. تحسه فوق راسك كذا يا اخي. اذلف 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 اذلف. والله انها تقفل معي. والله العظيم انها تقفل معي يا مرسي. طيب في مشن داخل مدرسة كيف كذا؟ اوكي مدرس الانجليزي. جلاس هاوس مدرسة. ايش تبغى تخلص علي؟ ما بيقول لا. هاتريك مسبب له مشاكل. فولو مستر هاتريك كار تو ذا هوم. اوكي هذه سيارته فلازم نأدبه. رويه الجانب المشرق مننا. يونس يا اخي جايب سيكري. هذا هو هذا هو هاتريك. كيف لست كيف لست؟ هذه سيارته يا الربع. اليوم اللعبه متحبستني ولا ايش السالفه؟ يا هاتريك يا هاتريك. هذا انت ولا لا؟ هذا انت ولا لا؟ هذا انت يا هاتريك ولا لا؟ هذا انت ولا لا؟ ها هذا انت يا هاتريك ولا لا؟ خبرني بس. مسخره والله العظيم مسخره. دام كذا السالفة خلنا ايش نصفط السيكل هنا. ايه المشن بعد الكلاسات. يا اخي وش السالفة يا الربع. كمستري فايف مو لازم حضوره. شو كيف؟ طيب عندي مشن ابغى افتك منه. لا حول ولا قوة الا بالله. يا مدرس الانجليزي تكفى. عندك كلاس الحين مشغول للديبان. سكير الغبر. تعال يا سيكلي تعال. طيب خلنا نرجع للمشن هذا نشوف ايش عندهم. ديفندر اوف كاسل. مدافع القلعة. Come on, muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming to kill us. Oh, thanks to you and your little pictures. You رئيس العصابة تبى تشرب؟ وين المشين القن اللي جلدتني فيه؟ I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? اي والله. Can't you fix it? I need a bit of time. انا كسرته. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friend. Look, you fix it. I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out here, you sickos! We're coming in, you coward! You nerd, doomed. These feelings are natural, and I'm about to die for them. Just go fix the defense system, and I'll take care of the goons. Come on, you wimps! We're coming to get you. Get out here, sickos! Defend the barrican. هلا بالتيم الدفاعي. هلا. لازم ندافع أول شيء على المحطة الأولى هذه. ما شاء الله مرحبا يا حيهم يا حيهم يا مرحبا مليون بالزرق. اوه لابسين الخوذة بعد عز الله انجلت. ايوه والله دروع حالتهم حالة. حلو صلح الكانون وحاطين لي بيبسي. يسعد لي جوك. من انت؟
يسعد لي جوك يا دافور، تسلم على الباباسي اللي حاطها. منتظرين السنايبر يوصل. البوس يرحب. من اي مكان بيجون؟ حياكم الله وبياكم. يا مرحبا باللي لفانا، يا مرحبا. ترحيب بالضيوف. احلى شيء انه اعطاني ناس اجلدهم زي ما كنت انجلد. اهم شيء شوف حاط لي الاسم على المدرعين بس. هذا مش مشكلة. هذا الاخويا يتفاهمون معاهم. شيء جميل صراحة. شوف هذا واحد نزل تفاهم معاهم. 25. احلى دفاعات. النيرد ريسبكت بلس 25. صار احترامهم احترام العصابة هذا اكثر. وين بباسي صراحة انا تعبت. مجهود كبير. يخرب بيتكم. ايش الفقرية هذا على طول خلاص. خلص المشن شل البيبسي. في مشن ثاني عندهم. اعطونا يا رجال. Hey Jimmy. هلا والله. I had a brilliant idea. Another one about my favorite dish. Revenge. Revenge against who? Who do you think? اللي هاجمونا. Football team. يا سلام عليك. We need you to get the school mascot costume. And how do you suggest I do that? Well, go follow them. Wait for us to distract the gorillas. Go! While we still have hope. أحلى شيء فيه إنه جالس يفكر بالانتقام سريع سريع. هذا التيم وهذا العصابة ليش اللي يحبهم. الحين المشكلة الخطة اللي يقولها لازم نتنكر بزي هذا المشكلة كان يذكره والله. السلام عليكم. لازم أجلد الله أنجلد قبل لا أتكلم. بيجي دوركم بعد شوي. جمع الشعب. أوه مدرب شو اسمه بالغلط والله بالغلط. ايه علينا. من باقي في المدرسة ما يلحقنا. تكفى. وين هذا يا اخ كانت في حركة تتسلق. ايوه عطنا السنايبر حقي. ايوه تم تحديد الهدف. سلامي وربي التسبيق مدروس يا شباب. خربنا عليه. هذا المشجع حقهم. ما حد يضرب المشجع حقهم. النحشة النحشة السينمائية هذه صارت. اوه موديهم المسبح. الحين يعرفون عن المسبح على اساس انا ما شفناه. اوه اخويانا الحين متحبسين لهم فوق. الله يا الانتقام. فكرة جهنمية صراحة. تعبت نفسك يا دافور. وهذا وش يسوون به؟ يغرقونه داخل مسبح فاضي. يا ساتر لابس قرون بعد. بدون قرون. انا اكره الحركة هذه. خليني اشرب بيبسي. والله اني دريت. يورد ما يتأثر هذا. ولين متى؟ هل فهم؟ يا الربع الفزعة. وين اخوياي؟ والله يا شباب اني جلست اضرب فيه. بس انتوا ركزوا على الوقت. متى بديت معاهم متى خلصت. اوف يا رجال من كمية ضربة. اوكي الحين هذا كله عشان ناخذ اللبس حقه. ومنها نسحب الحلوين هذا لو while wearing masked outfit will not be able to use any of your. ايوه الحين ما يمدينا نستخدم اي اسلحة. ما تلاحظون شو اسمه الكراشات الحمد لله وقفت. هي فترة كذا شكلها في الشريط. مبرمج انها تكرش اللعبة. بسرعة قبل لا يضيع علينا. خل مسافة قصيرة بينه وبينه. نمشي على رئيس الماكينة. نشوف بيت هاتريك. ونكسر موتره. اوف ايش الوقفة ايش الوقفة التهويشية هذه والريوس؟ شك فيني يعني ولا كيف؟ والله حسيت انه بينزل بيصفقني. يا ابن الوسخة. كويس انا ما اتكلم وربي ما انفع جاسوسة. هاتريك مكتوب اسمه. Get into Mr. Hatrick property. اوكي. Destroy as much as you can around Mr. Hatrick. اوكي. Booted plants, windows count. كسر اللي تقدر عليه في خلال هذا الوقت. المشكلة لسه ما هو بكافي. تكفى تكفى الجهة الثانية الجهة الثانية باسم السيارة. ايوه الحمد لله.
هلا بي. اركب اركب. ما عندي اركب. مشن التوتر والله. نتمنى ان رسالة المدرس السكران وصلت. اي هي وقت النوم بس عندي مشن هنا نجمة ممكن اخذها في الليل. وممكن حتى النهار ما تظهر لي. كلاسيكيمي هذا. Business proposition. I'm listening. In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick though, they need them urgently. وش في براطمة كذا؟ أوكي في توصيل طلبات يا شباب. طلبات كيميائية. الله يستر منها. شكلها مخدرات ده ما في. أول شيء لازم أخذها من المكان الظاهر بعدين أوصلها. شيت. أوكي الحين بيعرفنا عن المدينة الجديدة. اوكي مدخل المدينة الجديدة من خلال هذا الجسر المسكر لسه ما انبنى. اوكي تقريبا بعد هذا المشن ممكن. باخذ الطلب منه. Deliver the package for Mr. Wall. اوكي الحين اخذنا الطلبية من الطالب هذا اللي موصيه المدرس وراح نوصلها للزباين. معليش الزبون الاول. هذا مو بنفسه؟ هذا مستر هاتريك ولا لا؟ والله اخويا كلهم شيبان صلعان زيه. وش؟ ايش اللي اتاك كاستمر؟ كاستمر ماسكني. اوكي بخليه بعدين بستد طلع شرطي ماسكني انا متهم توصيل طلبات. طيب اجباري المشن اروح اسلمه وش اسوي؟ لا اللعبه واضحه انها مشخصنتها معي. يا اخي اذلف اذلف. انا ما هو مني من الثور هذا اللي لابسه. يلا يتزحلق شربات تزحلقك علي خليك خفيف كذا. شوف تشرد بسرعه وتضرب بعد بنفس الوقت. والله اللاعب صار خفيف يا رب بس الوقت ما بيسعفنا. بننام في الشارع كذا وحنا لابسين هاللبس. الوضع ما يصلح. لا لا خلاص غيرت الفكره والله. خلنا ننام تعوذ من ابليس ونستر اللاعب. ما في الاثنين هذول. خلنا نلبس الجاكيت الظاهر انها برد برد. والكلاس بيبدا بعد شوي. ارت 5. اوكي دامها ارت وعليها طلب هو الكلاس الوحيد اللي بكمله. لان جاني طلب عليه في الكومنت. والله ما هو بعشانها والله. يبالها تركيز بسم الله. اول شيء بنحاول نقسم الصورة اثنين. انا كيف نجحت؟ انا كيف نجحت؟ سلامة. سريع. اوف. هذاك. كانت كونسنتريت ما نقدر نركز بسبب البلاوي اللي على يسارنا. لا اليوم واضحة. اوكي عندنا مشن هنا. شوف السيكل ايش يسوي هنا سيكل. حطوا لي سيكل عند باب المدرسة يا اخي. اوكي اخر مشن وبعدين ناخذ الاحمر. صبحك بالخير يا راسل. والله يا شباب اني انتظر اليوم بس اللي هاي. والله I know it's funny. I'm the girl in the dirty pictures. Ha ha. What are you talking about? Don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. من هذا يا اخ؟ من هذا اللي صورها يا شباب؟ My life is over. I tell you what. You wait here. I'll get rid of those posters for you or at least cover them up. Just hang in there. يا اخي هذا والله على قولهم الشيطان. الشيطان جالس في الزاوية يناظر في يا اخي الله عن اليوم اللي عرفتك فيه. المهم فاقول لكم يا شباب السالفه وما فيها ان الشيطان جالس في زاويه يناظر في هذا. هو اللي يخترع المشكله. هو سبب المشكله الصور لانها جالسه تبكي فيرجع. اوه خوينا هناك. اسمع صوته مسكين. خلاص نحاش نحاش. ما اعرفك والله ما اعرفك. هو عندنا كلاس في ذا المكان. بس دقيقة قبل كلاس هو كذا كذا بنرجع لها. فجاء في وقتها صراحة المشن هذا. شوف هذا مثلا. اوكي هذا احد الصور تسكرنا عليها. في صورة هنا ما شاء الله فضحوني. سويت سكب للصور جابوا لي اياها هنا.
اوكي استرنا عليها. اما وش تسوي في عند سكن الطلاب هذه؟ هلا والله هلا. اما عند سكن الطلاب تنتظريني. ها دقيقة خلنا نشيك. اوه فيه قلب وسواليف. اوه السلام عليكم. بعد الحلقة ان شاء الله. اوه كان يبيني والله وصل ليفل ثاني. عند الارت. وش المشن ذا؟ I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. اوه من سعيد الحظ. I'm going to collect a few things while I my pearl necklace. يا رب مدري ليش فاهميني. I must look my best tonight. Go on, my dear. Hurry. Shit. توصيل. وربي لازم البس لبس التوصيل هذاك البطاطا الكبيرة هذيك. ايش الشعب الاستغلالي هذا؟ خلاص يعني طالب يستغلونه كل ساعة واحد مواعد يعني يحميه يعني يجيب اغراضه. اوه بما ان جينا عند الحلاق خله زي كذا مرجع لورا. السلام عليكم. اوه عندهم جوهرات هذا مو بس اللبس. خير يعطيك العافية والله شكرا على توصل السيكل. اوكي وصلنا المكان. شيت هذا يلاحقني من هناك يبغى سيكله. اوكي هذا الغرض الفستان. واو عنده ذوق والله مدرسة. دقيقة ايش مدينا اغير هالملابس؟ في شيء جديد؟ والله في شغلة جديدة. حلو. اوه الاسود. بس وصلنا. وصلنا الى لوني المفضل. وهذا الطقم اللي طلع معنا حسيت الطاقة فيه طاقة ثانية سودة بعد فنانة. كويس والله اني شليت المشن هذا عشان بدل مليت من الاطقم اللي موجود عندي في الغرفة. كويس ان الوقت يوقف اثناء ما كنا نبدل. ابى اشوف اموعد مين بس. متأخرة. فالفلوس. Oh man, this is gonna be great. Hey, Jimmy, what are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah, well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me, of all people, she, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. What? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No, I mean... Yes, I am sure. What? Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? What do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. What's she wearing? I'm something funny. What's she? Cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. انا في السكول. انا ابو سكول. شكله هو اللي شارب. يا جيمي معلش يا شباب شكلي سهرته كثير. شكله لازم ينام. وات لا يحسب اني لبسته لبسين كذا حسب انه شبك المدرسه. المشكله انها كانت واضحه من البدايه. لا 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 لازم اني انومه والله لازم اني انومه. ودي اخلص النجمه الحمراء هذه لانه واضح انها بتفتح لنا المدينه هذه فخلونا نروح لها. بس طبعا قبل كل شيء لازم ايش؟ النومه عشان لا يجيب فيني العيد. نام يا قلبي نام. صح 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 صح. تشبك مدرسة الارت؟ الطالبة اللي كانت ترقص لك عند الارت وجبت راسها، وش تبغى بعد؟ ربي مدرسة التشبيك هذه. غلط. اوه الدباب يا اخي والله اني ناسيه يا ربي معليش. على اساس ان الحلقة هذه تكون بالدباب.
اوه ايش الشرط العنيف هذا؟ والله يا ودي اجلده بس خايف انه يمسكني. خلنا نشوف وش عنده هذا الاحمر. اوه هذا خوينا تذكرونه. Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. حلو مكان تخزين جديد. أو يقول جلدتكم خلاص وصرت أنا رئيس العصابة ولابس أسود. فالمكان هذا حبيبي يخرب بيتك تدعسني كذا. ترفس ها ترفس ترفس. شوف الشرطة برا كويس ما يقدرون يدخلون. من هذا؟ يا هو يا ولد والله المكان ما راح يعطوني اياه بسهوله. خلصنا منهم وايرن ذا بليس. والله والله لو ادري مخلصه من زمان. انا اقول المشن اللي بيغير اللعبه نيو سيف لوكيشن الوقت من زمان يا رجال. خلنا نجرب اللعبه هذه. اما احط فلوس في بيتنا اعطنا يا الموز اليوم يوم الموز. ايوه اوه وليش صوت الطقعه؟ أرخص من هيك ما في. خسارة الدولار اللي حطيته. لسه باقي مشن واحد مربوط مع العصابة هذه الخضر وسيف لوكيشن هذا بيكون معقولة. هنشوف ايش عندهم. ذا بيج جيم. Operation Trojan Cow is ready to proceed. So I guess I'll be needing this. أخيرا بنستفيد منه. Does this work? Yes. Rendezvous with my agents in the field. هذا يرسم ويخطط كذا تحسه عايش في عالم الحالة. Talk to the agent. يا ساتر. اوكي يكفينا شرهم يعني. لا يا جميل لا نهايتك مو كذا نهايتك مو كذا. قلنا بنجلدهم ما قلنا بنترق وصلهم. والايجنت هذا زابن في الوسط شكله. اي والله زابن هنا على اساس انهم جواسيس مدري ايش والكلام الفاضي هذا. يا مريض. اوكي نبدلها نستبدلها بالكورة. وش داخلها؟ شكلها داخلها شلق. لا لا ما شافني. اوه كل واحد وعنده مشن. ها وش عندك من مصيبة يا؟ اوكي هذا معطيني صمغ. حلو انه ما يمديهم يكنسلون ال ايوه هو اللي جالس يضرب فين. كان في كلاس قبل شوي عندنا؟ خف علينا يا معلومات سرية. اوكي المشن الحين يتطلب مني اني احط بودر تقريبا او ماربل. اي ماربل في هذه الاماكن عشان تزحلقون ولا تمارين تمارين. بس نظام انتقامات ومقالب. هاك ذا سكور بورد. اوكي هذا يقول شو اسمه لعب بالنتيجة أو الشاشة اللي تظهر النتيجة. ما غير النتيجة بس كتب كلام يطقطق عليهم. من جد والله الله يستر. عاد لابس الدرع. وش اللعبة ذا؟ لا 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 ترى ما هو بكورة. لا 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 أقوى من كذا يا هنات ما في. بس خلاص بس خلاص. ما أدري هذاك معلق ولا إيش سالفته. يا ربع ورب الكعبة أوسخ مشن للحين لعبت. هذا نهايتها يمكن بالكورة. ايه الله يخرب بيتك يا شيخ. أقول في شيء غلط أنا جلدت كثير. أوكي الحين هدفنا نوصل للتاد. ايه والله التيم الأزرق ما هو بسهولة نوصل له. أيوة حلوين. وين تاد هذا؟ This is your chance. ساكتد. اوه هذه فرصتي يقول اني اصيد. خلاص صدته. من عمكم؟
تكفى قول لهم. King of the school. وكذا خلصنا الزرق والسود والخضر. Here I am. King of the school. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life. الله خلاص الكل تحت رحمة جيمي. كفو يا أبو هوبكن. Chapter 5 The Fall and Rise of Jimmy Hopkin. Age 15. عمره 15. يا سلام. Hey Darby. Hey Johnny. Hi. الكل خلفه. It's Jimmy. نكتة سامجة كذا والكل يضحك. وضيعة ال. هاي واحدة تيجي تعطيه حبة على. والله كذا كثير. Hey Jimmy, what's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump. These morons are my morons. That's great. Just don't turn into a jerk. How could I? Hey, baby, how you doing? What you doing later? Just remember, Jimmy, not everybody likes you. Correct. They love me. Well, what about Gary? Gary? Forget about that twerp. Gary, صح وين ابن الذين. You're my friend, so please try to be cool. دام هذول فضراء. Come on, let's go milk this thing for all. يقول له خله بعدين مش فاضي له الحين خلنا نتوج نفسنا اكثر. Jimmy, I gotta go. توكل على الله يا ابوي. مشغول انا اشوف كل ما مريت. درست المادة الفلانية تبغى ندرس مع بعض. هذول اول ناس خلاص البيض. دقيقة في امنية اتمناها خلنا نجربها. تعرفونها صح؟ عند كلاس الجيم. اوه في كلاس الحين المشكلة. هذا هو. ها؟ ايش؟ You're an idiot, you know that? You don't have to get all arrogant. أغلط عليه. I gotta go live. أقول له يا غبي. يقول لي لازم أروح. Get lost, bitch. Don't get mad at me. دقيقة. ما خربها. خلاص أذرب. لا كذا كثير. صار بيبكي. دقيقة. ما باقي له شيء واحد. Get out of my face. You don't have to get all arrogant. What's wrong with you? خلاص أنا كذا ختمت اللعبة أعتبر رسمين. تعال شبهور خلنا نختم الحلقة الجميلة بالسيكل الجديد. فزنا خيرا. الكلاس الرابع وأسرع سيكل تقريبا راح يجيني رغم أني السبيد ثلاثة. الله يسامحك اللي كتبت لي كومنت. كيف السبيد ثلاثة وأسرع شيء زي من العصابة نبى نركبه سيكل أسرع سيكل. والله ما هو بشين تقريبا أنه نفس اللي قبله. أنا مش حافظ والله السرعات بس يبينه كويس عليلة. كان النطة أعلى من اللي قبله تدري يا رجال. طيران هذا والله طيران هذا فنان من جد فنان. بسهولة تجاوز الدرج كامل. خليه للحلقة الجاية. هذه كانت نهاية حلقتنا يا شباب. تعال يا رجال اليوم نختمها ختامية مسك. تعال في اللوكر. أيوة أتمنى الحلقة نالت إعجابكم يا شباب. أشكر من تسمين القناة وأشكر موصول كل من دعمني بلايك كومنت وأشوفكم إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله مع أبو هوبكن زعيم المدرسة.